قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على ليندا، طمنا على حاله الطقس وتجاوبنا على سؤال حلقه النهارده: خسرتي كام واحد بسبب السوشيال ميديا؟ صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير بسنت. الحقيقه شاذلي عمري ما خسرت حد على السوشيال ميديا، لانه ببساطه انا ما بقولش رايي خالص عن اي موضوع على السوشيال ميديا، ولما بلاقي حد كاتب عن موضوع معين وانا بختلف معاه في وجهه النظر الحقيقه ما بكتبش اي حاجه. والله ذكيه. بكبر دماغي عشان انا مقتنعه ان الشخص اللي كتب رايه في حاجه معينه عمره ما هيغيرها مهما عملت. صح. وكمان بتفق معاكوا في نقطه انتوا قلتوها، ان اي كومنت او اي تعليق انت بتكتبه على السوشيال ميديا ممكن يساء فهمه في رساله يعني، لكن من الافضل لو انا بقى هموت واقول رايي شخص بفضل ان انا اقولها في مكالمه تليفون او وجها لوجه. بس ولا مره حد اعترض على اي حاجه انت عملت لها حتى شير؟ مش لازم انت تكوني كتبتي رايك فيها. لا، ولو حد اعترض مش هرد. طب خلاص ده رايه وده رايي وده اسلم حاجه. ده اسلم صحيح. حاجه. بالنسبه لحاله الطقس بقى يا شاذلي، في تحسن في الاحوال الجويه. امبارح في القاهره كانت درجه الحراره 16، النهارده بتسجل 19. الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده هيكون الطقس برد على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وهيكون معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد الصبح، وهيكون شديد البرودة بالليل على الأنحاء كافة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 23، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 11. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسنت عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا ليندا. شكرا يا ليندا.